مرحبا بكم. تشهد قارة آسيا تنوعا اقتصاديا كبيرا، حيث تمتلك العديد من الدول الآسيوية اقتصادات متقدمة، بالإضافة إلى دول ناشئة تشهد نموا اقتصاديا سريعا. وتعتمد الاقتصادات الآسيوية بشكل كبير على الصناعات التصنيعية والتكنولوجيا، وتلعب الصادرات دورا هاما في تحقيق النمو الاقتصادي في معظم دول آسيا. ومع ذلك تواجه بعض الدول تحديات مثل التعافي من تأثيرات الأزمة المالية والتحديات البيئية والديموغرافية اعتمادا على معطيات صندوق النقد الدولي. سنقدم لكم في هذه الحلقة أكبر 7 اقتصادات في قارة آسيا، لكن قبل ذلك الحين المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد. في المركز السابع، المملكة العربية السعودية. تمتلك السعودية اقتصادا قويا بفضل مواردها الطبيعية الغنية بالنفط والغاز، وتعد السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وتمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد فنزويلا، والتي تبلغ نحو 267 مليار برميل من النفط. وتعتبر السعودية هي أول دولة عربية يتخطى اقتصادها تريليون دولار، كما تصنف سابع أقوى اقتصاد على صعيد قارة آسيا بناتج محلي إجمالي يبلغ 1.69 تريليون مليون دولار. وتعمل الحكومة السعودية على تنويع قاعدة اقتصادها لتقليل اعتمادها على النفط والغاز من خلال تعزيز القطاعات الأخرى مثل السياحة والترفيه. في المركز السادس، تركيا. يعتبر الاقتصاد التركي من بين أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، ويصنف الاقتصاد التركي سادس أقوى اقتصاد على صعيد قارة آسيا بناتج محلي إجمالي يفوق 1.154 تريليون مليار دولار. ويعتبر الاقتصاد التركي اقتصاد متنوع يجمع بين الصناعات التحويلية والزراعة والخدمات والتكنولوجيا، لكن تواجه تركيا بعض التحديات مثل التضخم وتقلبات العملة، إضافة إلى التوترات السياسية في المنطقة. في المركز الخامس، إندونيسيا. يعتبر اقتصاد إندونيسيا من بين أكبر الاقتصادات في جنوب شرق آسيا، ويصنف اقتصادها خامس أقوى اقتصاد على صعيد قارة آسيا بناتج محلي إجمالي يفوق 1.417 تريليون مليار دولار. ويعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية، على رأسها صناعة الملابس. وتعتبر الصادرات من النفط والغاز والمنتجات الزراعية من أهم مصادر الدخل في إندونيسيا، وتخطط الحكومة الإندونيسية إلى دعم قطاع النفط والغاز في البلاد لتعزيز الأهداف الرامية إلى إنتاج النفط الخام إلى 1 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، وتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي لنحو 12 مليار قدم مكعبة يوميا. في المركز الرابع، كوريا الجنوبية. تعتبر كوريا الجنوبية دولة غنية نسبيا، حيث تمتلك اقتصادا قويا ومتنوعا. وتمتلك كوريا الجنوبية رابع أقوى اقتصاد على صعيد قارة آسيا بناتج محلي إجمالي يفوق 1.7 تريليون دولار. وتضم كوريا الجنوبية عددا من الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والسيارات والهواتف والإلكترونيات، فهي الأرض التي نشأت فيها شركة سامسونج وإل جي وهيونداي وغيرها الكثير من الشركات الكبرى. كما تتمتع كوريا الجنوبية بمستوى عال من التعليم والصحة، وتعتبر واحدة من الدول الرائدة في مؤشر التنمية البشرية. في المركز الثالث، الهند. تعتبر الهند من أكبر الدول في العالم من حيث عدد السكان، حيث يفوق عدد سكانها 1.4 مليار نسمة. وتمتلك الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم، كما تحتل المرتبة الثالثة على صعيد قارة آسيا بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.732 تريليون مليار دولار. ويعتمد الاقتصاد الهندي على العديد من القطاعات التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد،
مثل قطاع الأعمال والصناعة والخدمات والتكنولوجية والمعلومات، وتعتبر الزراعة من أهم ركائز الاقتصاد الهندي أيضا، ولكنها تمتلك ناتج محلي إجمالي منخفض للفرد يقدر $3,074. ورغم قوة الاقتصاد الهندي، يوجد في الهند أكبر عدد من الفقراء في العالم، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية العالية في البلاد. في المركز الثاني، اليابان. يحتل الاقتصاد الياباني المرتبة الثانية على صعيد قارة آسيا، والمرتبة الرابعة عالمياً، بناتج محلي إجمالي يبلغ $4,230 مليار، ويتركز الاقتصاد الياباني بشكل أساسي على الصادرات، حيث تتفوق اليابان في صناعة السيارات، على رأسها سيارة نيسان وتويوتا وميتسوبيشي وهوندا وسوزوكي، كما تتفوق اليابان في صناعة الحواسيب وأجهزة التلفاز والصناعات الهندسية والأدوية والمواد الكيميائية، وترجع قوة الاقتصاد الياباني إلى الاستثمارات القوية والقوة العاملة الماهرة في البحث والتطوير. في المركز الأول، الصين. تتربع الصين على عرش أقوى اقتصاديات دول آسيا، وتعتبر الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بناتج محلي إجمالي يبلغ $17,700 مليار، ويتمتع الاقتصاد الصيني بالبراعة في الصادرات والتصنيع والاستثمارات الكبيرة، وتفتخر البلاد بقوتها العاملة الموسعة والبنية التحتية المتقدمة والدعم الحكومي القوي. وتعتبر الصين هي أكبر مصدر للسيارات في العالم، حيث تجاوزت صادراتها من السيارات 5.22 مليون سيارة في عام 2023، وتم تصدير المنتجات الصينية إلى أكثر من 200 دولة حول العالم. وإلى جانب السيارات، تحتل الصين مراتب متقدمة في تصدير الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، كما تعتبر الصين أكبر مصدر للأرز والشاي في العالم،